قرار يشمل حزمة من الإجراءات تهم مشاكل داخل البرلمان الأوروبي من ناحية الشفافية ومن ناحية كيف تنظيم اللوبيات وتنظيم العلاقات مع الخارج وكيف التأثير في القرار داخل البرلمان الأوروبي. ولكن في خدمة ذلك كان هناك مادة تتعلق بكون أن هناك اتهامات ضد المغرب، وعلى أساس هذه الاتهامات يجب أن تكون نفس الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر أن تتخذها ضد المغرب. الغريب في الأمر في هذه المسألة وهو أنه كانت هناك تعديل من طرف المحافظين الأوروبيين حول إضافة جملة تقول إذا ثبتت هذه الادعاءات، ولكن مع ذلك البرلمان الأوروبي رفض هذا التعديل. إذن فالبرلمان الأوروبي يحيد عن مبدأ أساسي بالنسبة لدولة الحق والقانون، ألا وهو مبدأ لا يمكن الاتهام بدون دلائل. المبدأ الثاني الذي يحيد عنه البرلمان الأوروبي بهذا القرار هو أنه تدخل سافر في العدالة. العدالة البلجيكية لم تقل كلمتها، والبرلمان الأوروبي اتخذ قرارات بناء على ادعاءات وردت في الصحافة. إذن البرلمان الأوروبي الذي عودنا بأن يعطي الدروس في ميدان حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون ها هو يخالف موعده مع التاريخ بخروجه عن مبدأين أساسيين بالنسبة للقيم الكونية المتعلقة بدولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.